عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، ومرحبا بكم أيضا في الدرس 51، وهو ضمن قائمة قواعد اللغة الفرنسية، وهو الدرس الثاني لي بريبوزيسيون، أي حروف الجر، الجزء الثاني من حروف الجر. تكلمنا في الدرس 50 عن ديفينيسيون، في الدرس 50 تكلمنا عن ديفينيسيون أي تعريف حروف الجر، وتكلمنا عن ربط حروف الجر للاسم مع الجملة، أي يضيف اسم لجملة، مثلا سيتون طابل نضيف حرف الجر أن لنضيف اسم بوا. وأيضا يمكن حرف الجر أن يربط الجملة بمجموعة اسمية، أن جروب نومينال، مثلا سي كاماراد، il va partir avec ses camarades، avec هو حرف الجر. وأيضا بالنسبة لي un verbe à l'infinitif، أي فعل في المصدر، يمكن أن نربط مثلا ferme la porte، اقفل الباب، ب partir، فعل partir أي يغادره في المصدر، والرابط سيكون avant de وهو حرف الجر. وأيضا بالنسبة للضمائر، وهذا تذكير فقط للدرس السابق، un pronom d'amir، j'ai choisi des vêtements pour toi، أو un adverbe d'arf، j'ai commencé à lire depuis longtemps، d'arf هو longtemps، depuis هو حرف الجر. إذن الآن مشاهدينا الكرام، قبل أن أبدأ الدرس اليوم، أقول لكم أن من أراد مشاهدة جميع فيديوهات السابقة ومن ضمنها الفيديو 50 الخاص بحروف الجر، تعريف حروف الجر، يكفيه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق ليشاهد جميع فيديوهات القواعد أو الحوارات أو الجمل أو مهارة الاستماع والنطق وأيضا التمارين. إذن مشاهدينا الكرام، سأبدأ درس اليوم على بركة الله. L'emploi est l'istikhdam huruf al-jar, les prépositions peuvent exprimer des diverses relations. Ay yumkinu li huruf al-jar an tu'abbir an mukhtalaf al-alaqat, ay tu'abbir an alaqa bayna jumal ومكان، مثلا باستعمال أداة تدل على المكان وما شابه. إذن les prépositions تمكن حروف الجر بالتعبير عن مختلف العلاقات. Les prépositions peuvent exprimer des diverses relations. سأبدأ العلاقة الأولى وهي le lieu، المكان. إذا قلنا il se dirige vers la plage، il se dirige vers la plage، il se dirige يتجه vers نحو la plage الشاطئ، il se dirige vers la plage. إذن vers هي حرف جر يستعمل للمكان، يستعمل للتعبير عن المكان، vers la plage المكان، vers la plage al-makan. إذن il se dirige vers la plage، أي يتجه نحو المكان. والأدوات أو حروف الجر الأخرى التي تستعمل المكان هي au-dessus de، أي إلى أعلى أو في أعلى، أو au-dessous de في أسفل، في أسفل، au-dessus في أعلى، au-dessous في أسفل، وهي تستعمل المكان،
chez, عند, مثلا في منزلي chez moi, في منزلي chez toi, في منزلك. إذن chez تستعمل المكان. Dans تعني في, devant تعني أمامه. Dans تعني في, في مكان مثلا, في مكان ما. Devant تعني أمامه. Derrière تعني وراء, وهي تستعمل كل المكان. Sous تعني تحت, مثلا le chat est sous la table, القط أسفل الطاولة. إذن sous تعني أسفل, vers نحو أي تعني المكان. Vers واستعملنا il se dirige vers la plage, أي يتجه نحو الشاطئ. Vers تستعمل للمكان. الآن سأمر إلى الزمان. Le temps, الزمان. Il travaille sur ce projet depuis un an. Depuis un an. Il travaille, يعمل, sur, على, ce projet. Ce, هذا, projet المشروع, depuis منذ un an, سنة أو عام. إذن un an هنا هو الزمن. Depuis منذ, وهي أداة تستعمل للزمن. Depuis منذ تستعمل للزمن. إذن il travaille sur ce projet depuis un an, يعمل على هذا المشروع منذ سنة. إذن سأعطيكم الأدوات التي نستعملها عندما نريد أن نعبر عن الزمان, أي حروف الجر التي نستعملها للتعبير عن الزمان. Avant, قبل, après, بعد, depuis, منذ, ودي, منذ. ولكن إذا قلنا depuis نقول jusqu'à, ودي يعني منذ الآن. Dès maintenant, منذ الآن. Pendant تعني أثناء, jusqu'à تعني حتى. يمكنكم مشاهدينا الكرام أن تساعدوا إخوانكم مثلا في التعليق, اكتب avant واكتب ترجمتها, après ترجمتها, depuis ترجمتها, dès, jusqu'à, pendant. ويمكن أن تكتب مثلا كلمة واحدة وترجمتها, فإنك قد ساعدت الجميع على فهم الترجمة. أنت تكتب كلمة والآخر يكتب كلمة والآخر لكي نحصل على درس مترجم في التعليق. إذن يمكن لكل شخص منكم أن يكتب كلمة, أي كلمة يشاء, في التعليق. وجزاكم الله خيرا. قلنا avant, قبل, après, بعد, depuis, dès, ودي تعني منذ, jusqu'à, إلى, pendant, أثناء. إذن il travaille sur ce projet depuis un an, يعمل على هذا المشروع منذ سنة. La cause, السبب. La cause, السبب. إذن مثلا, en raison de sa faiblesse, il ne participera pas au tournoi. En raison de, أي بسبب أو بحقيقة أنه ضعيف, sa faiblesse, أي ضعيف, وهن, ضعيف, sa faiblesse. إذن en raison de تعني بسبب كترجمة المعنى, ولكن بترجمة الكلمات نقول en raison de, أي بحقيقة sa faiblesse, ضعفه. Il ne participera pas. Il participera, أي سيشارك. Il ne participera pas, لن يشارك, au tournoi. Tournoi هي مسابقة. مثلا مجموعة من الفرق, أي فرق كرة القدم, تتنافس على الكأس. إذن تسمى تورنوا, أي مسابقة. مسابقة مثلا تسمى تورنوا. إذن en raison de sa faiblesse, il ne participera
pas au tournoi. Et dans sa ratikum, aidan, huruf jar okhra, mathalan, à cause de, en raison de, étant donné, par, sous, prétexte de, sous, prétexte de. Iden, à cause de, tani bi sababi. En raison de, bi haqiqatin ma matalan. Ou bi sababi. Étant donné, ou hada yu'tina, par, ay min hada matalan. Sous prétexte de, تحت ذريعة هذا سو pretext de تحت ذريعة هذا هذه الترجمة هي اللي ترجمتها فقط كحرف جر هناك par تعني الكثير أما à cause de أو en raison de أو étant donné أو sous prétexte de تعني معنى واحد إذن قلنا la cause en raison de sa faiblesse il ne participera pas au tournoi à cause de, en raison de, étant donné, par, sous prétexte de. L'ansa amour il est natija. Un natija. La conséquence. Un natija. Et d'un natija. La conséquence. Ça n'a qu'au le matelan. Il fait beaucoup d'efforts de façon à pouvoir s'en sortir. Il fait beaucoup d'efforts de façon à pouvoir s'en sortir. Il fait, yaqumu, beaucoup, kathiran, d'efforts, ay, juhd, de façon à, ay, bitariqatin, tu addi ila natija matalan de façon à bitariqatin tu addi ila hadi natija matalan pouvoir s'en sortir ay yatamakkan aw yastati al khuruj minhu bitariqatin tumakkinuhu min al khuruj minhu matalan de façon à pouvoir s'en sortir idan huna al natija annahu indama yaqumu bi juhd kabir fa natijatuhu annahu sayastati al khuruj minhu أي من الشيء. إذن il fait beaucoup d'efforts de façon à pouvoir s'en sortir. أي يقوم بكثير من الجهد ليخرج منها. أو إذا قلنا il fait beaucoup d'efforts de manière à pouvoir s'en sortir. أي بطريقة يمكن أن يخرج به منه. إذن de façon à de manière à et d'un de façon à de manière à وهي تعني كلها la conséquence النتيجة إذن سأعيد ما كتبته وسيبقى la manière الطريقة le but الهدف la condition الشرط la position التعارض la comparaison المقارنة ولا position الملكية سأشرحهم في الدرس القادم وهو الجزء الثالث من les prépositions. إذن قلنا l'emploi, les prépositions peuvent exprimer des diverses relations. تمكن حروف الجر بالتعبير عن مختلف العلاقات. Le lieu, المكان, il se dirige vers la plage. Au-dessus de, au-dessous de, chi, dans, devant, derrière, sous, vers. إذن المكان le temps الزمان il travaille sur ce projet depuis un an ونستعمل أيضا avant après depuis dès jusqu'à pendant ولاحظتم أن un an هو زمان أي عام أو سنة ولا plage هو مكان الشاطئ la plage هو الشاطئ هو مكان إذن قلنا avant تعني قبل après تعني بعد depuis تعني منذ وأيضا ده تعني منذ jusqu'à إلى depuis
وداء مختلفتين فقط في بعض الأشياء. Pendant يعني أثناء. إذن la cause السبب. En raison de sa faiblesse, il ne participera pas au tournoi. Il participera. أي سيشارك. سيشارك هو le verbe participer au futur. C'est la conjugaison du verbe participer au futur. Ou il ne participera pas la yusharika au tournoi في المسابقة. À cause de بسبب. Vous connaissez mais à cause de en raison de مثلا نضع هنا à cause de سنقول à cause de sa faiblesse il ne participera pas au tournoi بسبب ضعفه لن يشارك في المسابقة. إذن à cause de en raison de étant donné par sous prétexte de sous prétexte de أي بذريعة سنمر إلى la conséquence وهي النتيجة. Il fait beaucoup d'efforts de façon à pouvoir s'en sortir. Il fait beaucoup d'efforts. يقوم بكثير من الجهد de façon أي de façon à أي بطريقة pouvoir تمكنه s'en sortir من الخروج منه. أو il fait beaucoup d'efforts de manière à pouvoir s'en sortir أي بطريقة يمكنه أن يخرج منه. إذن de façon à de manière à أي تؤدي إلى نتيجة. إذن مشاهدين الكرام في الدرس 50 من القواعد ذكرت لكم التعريف أنه كيف يمكن ربط حروف الجر بين الجملة واسم وبين الجملة ومجموعة اسمية وبين الجملة وفعل في المصدر وبين جملة وضمير وما شابه. وفي الدرس 51 قمنا بشرح طريقة استخدام حروف الجر. وأيضا في الدرس القادم سأشرح لكم طريقة استخدام حروف الجر في الجزء الثالث. مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا على تعليقاتكم البناءة والرائعة. ومن أراد مشاهدة فيديوهات السابقة مثلا كالفيديو 50 وأيضا الفيديوهات السابقة يمكنه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق وسيجد قائمة الحوارات قائمة القواعد قائمة الجمل وقائمة تعلم مهارة الاستماع والتكلم وأيضا قائمة التمارين. يمكنه الضغط على هذه الروابط ليشاهد فيديوهات تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. أو يمكنه الضغط على La Langue Française هو اسم القناة والضغط على Play List أو القوائم وسيجد جميع قوائم قناة La Langue Française. وأيضا يمكنه الضغط على E وسط دائرة أو الضغط على الروابط التي أمامكم الآن. وأطلب منكم وكل رجاء أن تشاركوا الفيديو مع إخوانكم وأصدقائكم لكي تعم الفائدة. فزكاة العلم تبليغه. وجزاكم الله خيرا وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.